كابتن ضياء السيد قادر ان هو يعمل شكل رائع لنادي سيراميكا، قادر ان هو يشغل الفريق. شفنا محمد ابراهيم وشفنا شادي وشفنا صالح وشفنا سيراميكا في شكل كبير جدا. واضح ان سيراميكا جاي بشكل مختلف، كل طبعا الاحترام للكابتن هيثم شعبان، اتمنى له يا رب كل التوفيق، ولكن كابتن ضياء واضح ان هو مع سيراميكا عامل اداء رائع جدا. كابتن مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. ربنا يخليك كابتن وبالتوفيق دايما. وبشكرك على المقدمه اللي هي يعني اكبر مننا بكثير. لا يا كابتن تستحق كل خير والله، وبالتوفيق لحضرتك وان شاء الله باذن الله. والله انا سعيد جدا بسيراميكا، لان كان دايما نفسي في حاجه تحقق حلمك وتتناسب مع امكانيات حضرتك. ربنا يخليك، يعني انت بتتكلم صح، لكن اللي عايز اسجله انه سيراميكا كليوباترا كإدارة إدارة استثمار رياضي بشكل كبير جدا جدا جدا، وناس ناجحة جدا الحقيقة. طبعا محمد أبو العينين وطارق طبعا موفر كل حاجة، الأستاذ طارق مشرف على الفريق، فكر كويس، فكر يتفق مع الحداثة بشكل كبير جدا في الاستثمار الرياضي وفي كرة القدم. فده بيسهل لك حاجات كتيرة جدا في معاناة حاجات كتيرة مبنية. فأنا داخل على صرح متأسس بشكل كويس، وهم في طريقهم ان هم يعملوا حاجات كويسة، أتمنى ان انا اكون جزء منها يعني. هو حضرتك وانتوا رايحين فين بقى؟ والله احنا عايزين نروح في حتة بعيدة، يعني عايزين، انت عارف انا جيت طبعا على نص الشغل، والشغل اللي كان موجود طبعا انت شكرت هيثم وانا بشكره طبعا، لانه هو متربي في سيراميكا. سيراميكا اول ما ندوله الفرصه وهو كان جدير بيها طبعا، فالناس عندها طموح انها تروح في حتت كويسه جدا، في حتت كبيره جدا. فانا جاي في النص، فانا بحاول ان انا اكمل الجزء الطموح ده، ما بستثنيش نفسي ولا بعفي نفسي من اي اجزاء او دفوهات هي موجوده. انا جاي على طموح ان انا اوصل مع الناس لحاجه كبيره جدا، وان شاء الله يبقى بينا مشروع كبير، لانه المشروع الكبير ده لسيراميكا كليوباترا ان شاء الله باللي موجود واللي احنا بنفكر فيه هم وانا هبقى معاهم، يعني ان شاء الله هيبقوا في حته كويسه جدا جدا. نتمنى التوفيق من ربنا ان احنا نقدر نوصل للمشروع ده، وان شاء الله هيبقى كل حاجة متوفرة فيه، يعني إن شاء الله يبقى حاجة كويسة بإذن الله. الحضر اختيار حضرتك ولا سيراميكا؟ الحضر اختيار أنا، وعادل اختيار أنا، والحضري أنا راهنت عليه، يعني بعد ما راح وخد اللايسنس وخد الرخص التدريبية من الإمارات وأدى، أنا عارف قد إيه الرخصة صعبة جدا هناك، لأن أنا كنت موجود في اتحاد الكرة الإماراتي، وعارف قد ايه الرخصه بتتاخد بعد دراسات علميه عملي ونظري، مش اي حد بيقدر ياخد، لازم يتعب بشكل كبير جدا، وليها مده زمنيه لازم تتمها بشكل كبير جدا. وانا براهن على مش نجوميه الحضري، على حماسه، على مدى الشغف، ولان هو يطور نفسه وده حاصل بشكل كبير جدا، قد ايه هو زي ما كان حابب ان هو يتمرن ويوصل لاعلى حاجه، هو دلوقتي حابب ان هو يمرن ويوصل لاعلى حاجه في التدريب. فانا بشوف انه ان شاء الله وجوده مكسب كبير جدا. طبعا طبعا جدا جدا طبعا كده. طبعا مفاتيح محمد ابراهيم، مفاتيح صالح جمعه، وهو الاخير مفتاحه صعب، بس اكيد يعني صعب. مفتاح مكانته معاك. والله مفاتيح الصراحة، وأنا عارفيني يعني، هم عارفيني يعني، اشتغلوا معايا في منتخبات الشباب بشكل كويس، والاثنين جم معايا بطولة افريقيا، والاثنين جم معايا كأس العالم، وعارفين إنه يعني أنا لكل الناس يعني بندي المجال وبنحاول ننجم، مش ننجم، نوصلهم لأعلى حتة. لكن خد بالك هم عارفين برضو ان انا دايما بقول انت الاساس، انت نمره واحد اثنين وثلاثه، انا هفضل اساعد واقف جنبك لاخر وقت، احميك احيانا من نفسك، واحميك سواء اعلاميا او طول ما انت في انتظام، طول ما انت حريص على انك تفيد الفرقه، لانه فرقه سيراميكا فرقه محترمه وعامله تعاقد مع ناس لعيبه كويسه، صح، علشان
القيمه التعاقديه او الحاله التعاقديه انك انت تفيد النادي بشكل كبير جدا، وانت هتستفاد انك تروح منتخب واسمك دايما يبقى موجود بشكل كويس، الناس تتكلم، الاعلام يتكلم. فهي العلاقه علاقه شغل بس قاسيه شويه، يعني هم عارفين ان انا برضو رغم ان انا احبهم واقف جنبهم واقف جنب اللعيبه كويس بشكل كبير جدا، لكن في اوقات بتبقى فيها قسوه لو انت ما مشيتش في الطريق وفي الشانل اللي احنا حاطينه لنجاح التيم. لان نجاح التيم انا مش جاي عشان انجم محمد ابراهيم ولا انجم صالح، صح، انا جاي عشان انجم سيراميكا كليوباترا، صح. فسيراميكا كليوباترا هتتنجم وتبقى كويسه لما محمد ابراهيم يبقى نجم، وميدو جابر يبقى نجم، وشادي يبقى نجم، وخالد يبقى نجم، وعبد الله يبقى نجم، وبكر يبقى نجم، كل ده بعامر بكل الناس اللي موجوده، مش عايز اقول الاسامي واحد واحد. فانا الناس دي اشتغلت معايا، لكن انا مش جاي لهم مخصوص، احنا مش هنلعبهم ماتش تنس، لا انا جايبهم جاي لهم عشان ننجح مع بعض بالفرقه. عندك ثقه، عندك ثقه ان صالح يفوق يا كابتن؟ نعم. عندك ثقه ان صالح يفوق؟ طبعا عندي ثقه فيه كبيره جدا جدا. واحنا ماشيين بخطى ثابته انا وهو بالاتفاقيات وبالتمرين وبكل حاجه، وعنده يعني شغف انه يرجع المنتخب وانه يوصل لحاجه كويسه. فانا ماشي ومصدق كل هو مصدقني وانا مصدقه ان شاء الله باذن الله كابتن، وهيطلع صادق، وان شاء الله يروح للمكان اللي حضرتك بتسعى له فيه ان شاء الله كابتن سيف باذن الله. شكرا كابتن ضياء، اتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي والسيراميك. شكرا سيف جدا جدا. شكرا كابتن، كتر الف خيرك كابتن ضياء السيد، واحد من الشخصيات الحقيقيه اللي كنا لها كل احترام، يعني بالتوفيق ان شاء الله باذن الله.